تشغيل الشباب، احنا شبابنا ما شاء الله واعين، بس التزميل تصير حالات معينة، مثلا حالة الحرق أو حالة حدوث حالات يعني معينة، ما شو اسمه ماكو داعي مثلا. بس شنو هو هذا الشباب دا يسوون يعني شنو؟ كله من وراء غير تعيينات، ماكو أشغال، ماكو مو ذاك العصر. نقول مثلا قبل كان الشباب كلهم ملتهين ويا الدراسات ويا التعيين ويا الكذا، هسه هالحالات ما عندنا، لا تعيينات اكو لا رواتب اكو. يتخرج شغله عمل ما عنده، شو يسوي؟ مجبور يروح يفطر. انصح الشباب، انصح الشباب بعدم التجميل. التجميل اول مره حتى بالشريعه الاسلاميه حرام، بس بحالات تصير مثلا حرق او حادث لا سامح الله تقدر، مثلا تقدر حالات معينه مو بكل جسم. مثلا انت الله سبحانه وتعالى خلقك كامل وهسه تريد تغيره، مثلا هذا خشمي كبير وصغره وهذا حلقي هيك وشفايفي وخدودي، يعني ما معقوله. شبابنا واعين ما شاء الله، مو مثل شباب غيرك وشباب مثلا غير متخلفه ما يخالف، بس احنا شبابنا واعين وكلهم خريجين. بس الحالات هاي الحالات تصير يعني من هذا الظروف سوا بيهم هيك. وين كان قبل اكو حالات هيك تغييرات؟ ما تغييرات، كلهم ملتهين ويا الدراسات ومو بعثات وكذا وكذا، هسه حاليا ماكو. صراحة أنا ضدها، يعني ضد هاي الشغلة أنا بالذات، عمليات تجميل الشباب. بس النساء احتمال يعني، بس الشباب لا، يعني مشكلة. أنصح يعني شوية يرتب روحها بدون عملية تجميل أو بدون مبالغة بهذا الشيء. الصراحة عملية التجميل هاي جديدة كلش، يعني طرعت على الشباب. يعني احنا الشباب دائما اللي يكون حسب أخلاقه، حسب خلينا نقول هو العمل اللي يقوم به بالمجتمع، مو حسب شكله. بس هسه دائما الشباب قاعد ينظر الى انه هو اهم شيء الشكل، بس هو مو اهم شيء الشكل، اهم شيء الجوهر. صراحه اهم الشباب تحول الهدف مالهم الى انه يحول نفسه الى انه يصبح جميل، لكن بالحقيقه يعني هذا مو الهدف، انه لان الشباب هو الشاب هو جميل، يجب ان يكون باخلاقه وليس بشكله. فانا ضد عمليات التجميل اللي قاعد يسووها هسه، واتمنى انه كل شاب يعني يحاول يحرف تفكيره الى انه يفكر بدراسته، يعني بتعامله مع الناس، ويبتعد عن هاي الظواهر اللي هي مثل عمليات التجميل. والله انا ضد هالفكره، واذا يعني الشباب احنا شبابنا ينراد له توعيه من خلال منظمات، من خلال المنظمات لرعايه الشباب، يعني من هاي الامور، يعني واحد يثقف الشباب، لان هاي يعني الشاب ما لازم يسوي عمليه. العمليه يعني هو الشاب من يعني خلق يكون انسان قوي، ويعتمد عليه المجتمع، الدوله، من هاي الامور. والله انصحهم ما يسوون عمليات تجميل، لان الشغله مو لهم. الشاب لازم يكون قوي، وهو بطبيعته حلو ما بي شيء. وفتره المراهقه اكثر شيء يصير بالفتره المراهقه، وفتره المراهقه يرادنا توعيه. طبعا انا ضد عمليات تجميل للشباب، لانه عمليات تجميل للشباب عيب. وبس اكو في حال انه بعض الشباب يحتاجون الى جراحه يعني لاسباب طبيه، او مثلا عمليه تجميل الشعر يعني اسباب طبيه، الناس شعرهم واقع او فد شيء يسوون، او كمثل اللي خشمه مضروبه او فد شيء يحتاج عمليه تجميل، فهذا ما بيها اي شيء وشيء طبيعي، يعني ماكو مشكله. واني ضد بنسبه 50% ويا ب 50%، لانه كل حاله ولها ظروفها، فما تقدر تحكم. وطبعا الرجال ما يعيب شيء، يعني حتى اذا كخشمه بي مشكله او عنده شعر تساقط فيقدر يعالجها او يقدر يخليها.